ايه اللي احنا بنقوله بالمقابل؟ احنا ما بنقولش ان احنا عندنا كل شيء تمام، لا مش كل شيء، كل شيء مش تمام. من الافضل ان ننظر من هذه الزاويه تحديدا. هي دي عاوز ابدا كل من شيء هنا. مش عاوز تمام. ابدا من هنا بالنسبه لجهاز الامن تحديدا. انا عندي رؤيه عامه ان جهاز امن الدوله المصريه، الدوله المصريه مصممه تاريخيا بحيث انها يعني صخره يرتد عنها كل سهم، مهما بلغ تعفنها، تحللها، قصور ادائها، ترهلها الى اخره. بمعنى اكثر وضوحا، لو تريليون عمليه ارهابيه مش تريليون عبوه نسفه لا تؤثر في بدن الدوله المصريه. اللي عاوز اشير اليه كمان ان مثل هذه التحديات من شانها ان تشد تقوي الارتخاء في بدن الدوله المصريه. نعم. يعني الارهاب تمرين مشهور مطلوب للدوله المصريه لكي تستعيد نوع من هيبتها هيبتها وواكس. فهذا السياق أعلن الله اللي قاله ست اللي هو صحيح طبعا الجيش ساهم فيه، إن كان عندك ظاهرة إرهابية لا تقاس إليها أي ظاهرة إرهابية مرة في تاريخ البلد، ثم تقاس إليها الظاهرة الإرهابية التي تعم المنطقة والتي حطمت دولا وجرفت في طريقها أنظمة كأنها يعني خرير السيل. فهنا أنت عندك صخرة عظمى هنا. الآن هذا الإرهاب المبعثر، كل اللي احنا بنطلبه الاستيعاب البسيط للدروس. بمعنى انت عندك ظاهره جديده اسمها عبوات ناسفه، معناها ان انا لو عندي 2 ضباط بيفهموا في تفكيك العبوات الناسفه خليهم 100 واخلي تدريبهم افضل، اخلي الامكانيات افضل. لان انت شفت يومين مظهرين متناقضين، اي تمام للاتحاديه رغم الاعلان المسبق كارثه. يعني في نوع طريقه الحل والمنظر العام يعني الحقيقه كان مخجل. مش بس الله يرحم الشهداء طبعا، الله يرحمهم، الله يرحمهم ايضا، كمان هو صوره تعطي انطباعا شديد السوء عن الدولة المصرية وعن كفاءة جهاز الأمن فيها. على عكس النهاردة لو لاحظت نفس الصور والفيديوهات هتلاحظ مبالغة شديدة جدا. يعني في إنسان آلي عند العبوة الناسفة بتاع مستشفى القوات الجوية والكلاب والناس لابسين بدل وكلاب. يعني احنا مش مطلوب ده ولا مطلوب ده، لأنه كمان أنا تقديري وأنا لست خبيرا أمنيا بأكد الحكاية دي أن المبالغة في الإعطاء الإيحاء بأن أنت يعني شاكن السلاح ومعد لكل شيء كما لو كان في كارثة في مصر. بينما العبوة اللي كانت أمام مستشفى القوات الجوية بواضح أنها عبوة ضعيفة جدا، وتم يعني الذي فعل في أولها والذي فعل في آخرها خلاص أبطلت وانتهى الأمر، وتم التحقيق في السيارة دي بتاعت مين وكلام من ده يعني. ففي النهاية إحنا محتاجين أداء أكثر رصانة، أكثر استيعابا للدروس، اكثر ادراكا لان الظاهره دي ممكن تمتد، اللي هي ظاهره الارهاب المبعثر دي. ماشي، وبالتالي السيطره عليها بهدوء اعصاب اكتر.